حياكم الله مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في الصباح الباكر. وعدناكم لنتعرف إياكم على تجربة نسائية ريادية في منطقة رويشد، والتحديد في منطقة منشية الغياث. تجربة نسائية تبلورت بمشروع الطاقة المتجددة. سافروا ستاتين من هالمنطقة، منطقة رويشد، لكلية في الهند. سافروا على الهند 6 أشهر وتعلموا طرق جديدة حضارية ريادية لخدمة منطقتهم بموضوع الطاقة المتجددة. استطاعوا أم قمر وأم بدر إنهم يضووا 80 بيت بالطاقة المتجددة، 80 بيت في منطقة رويشد، منطقة منشية الغياث. يعني تجربة يشار لها بالبيان، وتحية صباحية حلوة، تحية احترام وإكبار لأم قمر وأم بدر، لأنهم فعلا هم نموذج وهم قدوة لنساء أردنيات قادرات على تحدي الصعاب، وأيضا على أنهم يقوموا بالمهمة المنوطة بهم على خير وجه. هالمشروع جاء من خلال جمعية أصدقاء البيئة الأردنية، بالتعاون مع وزارة البيئة، بالتعاون مع الحكومة الهندية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتنمية المستدامة، واللي تبلور بها المشروع. بنتمنى إن شاء الله أنه يكون نواة لمشاريع أكثر، يعني يكون حصادها خير لصالح الوطن. اسمحوا لي أنا وياكم أنه نسلم على ضيوفنا في هذا الصباح اللي هم أشرف وتابعوا هالمشروع. رحب أولا بالسيدة سلمى الزعبي، وهي مديرة جمعية أصدقاء البيئة الأردنية، وأيضا أرحب ترحيب خاص بالسيد رؤوف الدباس، نائب رئيس جمعية أصدقاء البيئة الأردنية. زي ما خبرتني بالأمس الست سلمى بأنه الأستاذ رؤوف كان له دور كبير وفعال في مخاطبة الكلية بالهند وسفر السيدات والترتيب لهم. فإن شاء الله يعني الله يجزيك خير ويعطيك العافية، مجهود مبارك، ويعني ستات بيضوا الوجوه. والله بيضوا الوجوه. طيب أنا حابة من حضرتك يعني ناخذ فكرة عامة عن المشروع، وبعدين نشوف تقرير عدته زميلتنا أروى الزعبي عن أم قمر وأم بدر، عن منطقة رويشد وعن المشروع. بس أنا حابة أسمع من حضرتك أستاذ رؤوف المشروع، فكرته، بدايته. طبعا بداية المشروع ب 2010. نعم. كان القصد منه أو الاستفسار جانا من المنطقة النائية اللي هي كانت قرية اسمها قرية البندان. كان الطلب هو مد ضمن منطقة رويشد، طبعا منطقة رويشد نفس المنطقة، انه بدهم كهرباء. الجماعة ما عندهم كهرباء وبدهم يطلبوا من الحكومة يمدوا من فلسري اسلاك كهربائية. فلما زرتهم في القرية هاي وجدت انه يعني لو افترضنا انه قدرنا نمد لهم الكهرباء وزودناها القرية بالكهرباء، طب هل في استطاعت المناطق النائية والمجتمعات النائية انها تدفع الفواتير باخر الشهر؟ فاكيد كان الجواب لا، ما عندهم دخل. يعني كان دخلهم بالزمانات معتمد على رعي الاغنام. الان بسبب الاوضاع السياسية السائدة في المناطق الحدودية اصبح هناك تشديد كبير جدا، إضافة لحالة الجفاف اللي صارت تقريبا صار لها 10 سنوات بتأثر على الأردن. كمية الأمطار انخفضت، فبالتالي المراعي انخفضت. فلجأت هذول المجتمعات النائية إلى إيجاد وسائل أخرى، ومعظمهم لجوا إلى المعونة الوطنية. فبالتالي هذا بيشكل عبء كبير على الحكومة الأردنية، إضافة أن هذا الشيء زي ما حكينا ما عندهم مش دخل. فكان من مبدأ بس لازم توصلهم كهرباء، لازم توصلهم كهرباء حقهم. احنا في الأردن ترى عندنا معضلتين أو تحديين، معضلة شح المصادر المياه وقلة وجود الطاقة أو مصادر الطاقة. ففي هذا المرحلة مفيش بدائل للطاقة في ذاك الوقت، ما كان في بدائل في 2010. الآن طبعا والحمد لله في عندنا الطاقة الشمسية وعندنا الصخر الزيتي وأمور ثانية، فإن شاء الله الأردن في طريقة للازدهار قريبا. لكن فيما يتعلق في القرية هاي وجدنا أنه الوسيلة الوحيدة، وكما بيقول المثل، أعطي إنسان سمك بطعمين نهار، لكن علم الصيد بياكل على طول حياته، بصير عنده مهنة، بيكون عنده دخل. فمن هالباب استطعنا ان نتصل باحدى الكليات اللي فعلا بيشتغلوا مع المناطق النائية في الهند. الزلمة هذا اسمه بنكر روي، ويشاد له بالبنان ايضا. ايش اسمه؟ بنكر روي. بنكر، اوكي. فكرة انشاء الكلية الحفاة
في منطقة راجستان بالهند في قرية صغيرة جدا زي قرية شوف الاسم شو متواضع يعني الحفاة مثلا مسمينها قرية مع انها بتدرس شيء عن الطاقة او بتعلم عن الطاقة والهدف منها تعليم الاميين اللي معه شهادة اوفر كواليفايد لا يجوز ان يفوت. ليش؟ يعتقد هذا الشخص هو هندي الاصل وعنده مبدا معين بيقول لك اذا واحد كان عنده شهاده فهو يعني تجاوز المرحله اللي بيقدر يتعلم فيها في الكليه وبتوقع شغلات اكثر بالحياه. احنا هذول الجماعه الاميين والمتواضعين والبدائيين جدا فياخذ من كل انحاء العالم من افغانستان من بوركينا فاسو من طيب راسلتوه وصلتوا له وديتوا له من الجوجل حطيت اسمه لقيت عنوانه وراسلته تذكرني اجى على الاردن بعد 4 ايام طلع من الأردن من عمان إلى القرية مباشرة بالطريق بقول لي يا رؤوف اسمع بدي اياك تترجم مش ما بقول لك تعرف هندي؟ لا إنجليزي بحكي احنا إنجليزي هلا فلما وصلنا لهناك أنا ما فهمت ليش بيقول لي ترجم زي ما بدي وصلنا هناك فبيقول لي ما بدي أنا رجال بدي أحكي مع النساء القرية قلت له ليش؟ قبل ما نحكي قبل ما نترجم خليني أفهم منك ليش قال لي لأنه الرجال ما بيكونوا ملتزمين بهذا الدورة ما بيكونوا عندهم الاستعداد انه يبقوا في القرية بعد التدريب الهدف منها من هذا البرنامج تجذير البقاء في القرى في المناطق النائية والله انه قراره صائب قراره صعب جدا عجبني هالعالم هذا فانا بالبداية قلت له مستحيل منجر لكن مستحيل طيب وصلتوا للقرية للبدان بندان وقابلتوا ام قمر وام بدر خلينا نشوف التفاصيل أكثر مع تقرير زميلتنا أم بدر أم قمر مش من بندان من منشية الغياث نعم. خلينا نشوف هالتقرير من إعداد زميلتنا أروى الزعبي منتابع حديثنا مع حضراتكم. الشمس والإشراقة ماذا تعني في حياة كل واحد منا؟ إنها تعني الأطفال والشباب والعمل المقترن بالإنجاز والتحدي. هذه المعاني للشمس التي تتمثل لنا مع كل صباح بالطاقة الخلاقة والمتجددة، ففي الأرض والزرع والبناء تتمثل الحياة وتنبعث فيها القوة، قوة الإنسان الأردني القادر على أن يفعل الكثير. نبدأ رحلتنا اليوم من قرية منشية الغياث في البادية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية. هذه المنطقة التي تواجه العديد من التحديات البيئية والمتمثلة في حالة الجفاف المتعاقبة وقلة مصادر الرعي، مما يضطر الأهالي إلى الالتجاء إلى الرعي الجائر الذي يؤثر على المصادر الطبيعية للمنطقة وعلى إعادة نمو الغطاء النباتي في البادية، وبالتالي فإن الجفاف يؤثر على الجميع واستمراره يزيد من مشاكل الفقر والبطالة لأهل المنطقة. ترى كيف يكون التفكير بالحل؟ إن الحلول يجب أن تتعامل مع المشكلة للتخفيف من وطأة البطالة والفقر، وأن تتجه لبناء قدرات الأفراد لخلق فرص عمل مكروية لهم. والمرأة في المنطقة جزء من الفئة التي تعاني من المشاكل، وتحتاج إلى أن تكون جزءاً رئيسياً فاعلاً في التوجهات والخطط نحو حل هذه المشاكل. والطاقة الشمسية، أو ما يصطلح على تسميتها بالطاقة المتجددة، هي أحد أهم المصادر المعول عليها في بناء وتنمية هذه المجتمعات لاستدامتها وانخفاض كلفتها ووجود مقوماتها في هذه المنطقة، علماً أن الطاقة الكهربائية في القرية متوفرة وآمنة، ولكن كلفة تشغيلها واستعمالها كلفة عالية لا تتناسب مع وضع أهالي القرية ومقدرتهم الاقتصادية، وبالتالي فإنها غير مستغلة إلا بنسبة قليلة، مما ينعكس سلباً على حياتهم اليومية. من هنا جاء اختيار هذه القرية ليتم فيها البدء بمشروع تدريب الأفراد على تجميع الخلايا الشمسية وصيانة أنظمتها وتحويلها إلى طاقة كهربائية ذات كلفة منخفضة تناسب الأهالي وأوضاعهم المعيشية، وذلك بالتعاون ما بين وزارة البيئة والحكومة الهندية والجمعية الأردنية للتنمية المستدامة. أم بدر، بدر، أم قمر، ثلاثة أردنيين عشقوا أرضهم بطريقتهم وقناعتهم.
تحويل الطاقة الشمسية المتجددة إلى طاقة كهربائية كان حلم أم بدر وأم قمر وبدر الذين يقطنون في البادية الشمالية. في قرية منشية الغياث في منطقة رويشد الحدودية كانوا على موعد مع المسير والانطلاق من قريتهم باتجاه عمان العاصمة ليتوجهوا إلى الهند لطلب العلم والاشتراك في دورة تدريبية متخصصة في مجال تركيب أنظمة متقدمة لتحويل الطاقة الشمسية المتجددة إلى طاقة كهربائية. في هذه الدورة التدريبية تألق بدر، وتصدرت أم بدر وأم قمر المراكز الأولى في الدورة على المتدربين من دول مختلفة شاركوا في هذه الدورة في كلية الحفاة في الهند. بدر شارك في دورة لتعلم كيفية إنشاء نظام حصاد مائي بسيط لاستغلال مياه الأمطار الشحيحة في منطقة البادية الشمالية. وتدربت الجدتان على تركيب أنظمة الحصاد المائي للمنازل وجمع وتركيب وصيانة أنظمة الخلايا الشمسية التي تعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. ترى ما هي انطباعات هؤلاء المتميزين الثلاثة عن هذه التجربة؟ فجأت بنفسي لأني أنا كنت ست أمية ما عندي أي خبرة عن أي الشغلات هاي، والحمد لله الساعة أنا جبت الخبرة وتعلمت. يا أم قمر تعيش في البادية الشمالية الأردنية جارة لأم بدر، رغبتها عالية في تحدي صعاب الحياة والحلم بالأفضل لها ولأسرتها الصغيرة. الدورة التدريبية في جمع وتركيب وصيانة أنظمة الخلايا الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، كيف عاشتها؟ ماذا تعلمت منها؟ وما هي الطموحات في المستقبل؟ لما طلعنا أنا وأم بدر من هان إلى الهند عشان نتعلم الخبرة هاي اللي هي الطاقة الشمسية، كنا متفائلات بالخير والحمد لله رجعنا للبلد وإحنا مبسوطات ومتفائلات لأن جبنا الخبرة هذه لبلدنا اللي هي الأردن. إحنا عندنا ستات شغل ما فيه بالمرة عندهن، حبات إن أي مشروع يصير عندنا في البلد هاني شاركن فيه، وحكينا لهن عن المشروع الطاقة الشمسية إن إحنا جبنا الخبرة ورايحين ندربكن كلياتكن، وحكينا إن إحنا مبسوطان وموافقة على الأشياء، وإحنا إن شاء الله بالمستقبل بجهدنا وتعبنا ينجح المشروع. أول شيء تدربنا يشتغل أول شيء صعبة، بس بعدين لا الحمد لله الأرض كويس وكل شيء تعلمنا. أم بدر بدوية من منشية الغياث تملك طموحاً ورغبة في تحسين حياتها باجتهادها مع أسرتها ومجتمعها المحلي. مشاركتها في التدريب في الهند على جمع وتركيب وصيانة أنظمة الخلايا الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ماذا أعطتها وماذا تعلمت منها؟ رحت تعلمت وجبت العلم، يعني أول ما كنت أنا حاسة إني أقدر أتعلم، وأمي أنا أول ما رحت، أول ما رحنا على الهند مرت علينا يعني عيشة صعبة، أن هناك أول ما فتنا على الهند ما نعرف اللغة، بعدين تمرت معنا صرنا إحنا أول ما رحنا من هان مشان الطاقة الشمسية، أول شيء علمونا يعطونا قطعة صغيرة يقولوا فكوها، بعد ما نفكها يقولوا ركبوها، كل يوم يغيرون القطع. مشاهدينا، نساء ارتدنا الصعاب، تحدينا الأفكار وحلمنا بالمستقبل، مستقبل أكثر جمالاً وأكثر إشراقاً وأمناً. تحية لهن ولكل الأفكار المضيئة التي تحلق في سماء الأردن. يا الله، نساء أردنيات استطعنا أن يحجزنا موقع متميز على خارطة الحياة. يعني متأكدة كل ما سمعنا الآن ورح تسمعوا حديث ست سلمى والأستاذ رؤوف عن أم قمر وأم بدر، رح تعرفوا إنهم أسماء لا يمكن أن تنسى، وإنهم علموا ورح يمكن أسماءهم تصير بالتاريخ، التاريخ اللي يتحدث عن إضاءة منطقة رويشد الآن أو منشية الغياث. 80 بيت ضوها بالطاقة الشمسية. ست سلمى، حضرتك بدك تخبرينا عن سفرهم للهند، ترتيبات السفر، اللغة اللي تعاملوا فيها. يعني إحنا شفنا التواضع اللي عايشين فيه بالمنطقة، سواء كان متواضع من الدخل، متواضع من الإمكانيات، متواضع من الموارد الموجودة حواليهم.
طبعا نشكركم في البداية التلفزيون الأردني، كادر التلفزيون الأردني كلكم على استضافتنا لهذا البرنامج حتى نحكي عن أم قمر وأم بدر. أم قمر وأم بدر لما سافروا على الهند طبعا هم تم اختيارهم نتيجة ظروف معينة وأمور معينة مفروضة من نفس الكلية اللي لازم يروحوا لها، زي ما حكى تفضل المهندس رؤوف إنه لازم يكونوا أميات ولازم يكونوا كبار بالعمر. رحنا شكلهم ما شاء الله عليهم صغار، ولا هم متجوزات بكير؟ متجوزوا بكير. فهم هدول الستات التنتين تم اختيارهم وسافروا على الهند. وجودهم بالهند طبعا في ثقافة مختلفة تماما، أكيد ما عندهم لغة إنجليزية، ما عندهم لغة هندية. التعامل هناك مش بس هم، بكل المجموعة اللي كانت من معظم الدول العالم اللي هم تقريبا 36 يعني. نعم شفنا بالصور 36 دولة. ورغم انه صعوبة اللغة الا انه كان في نظام انه الصورة الخطأ والصورة الصح وعليها صح وعليها خطأ. كان هاي طريقة التعليم، بالاضافة الى انهم تعلموا، حتى هم يتعلموا لغة. اجت ام قمر وام بدر عندهم بعض المفردات بالهندي ولا بالانجليزي وبالهندي كويس. باللغتين. طبعا كان في عندهم صعوبة جدا هناك، لكنهم اجتازوا هاي الصعوبة. ورغم المعاناة انه هون كمان اهاليهم متقبلين انهم يسافروا، لكن في فجوة كبيرة كانت يضغطوا عليهم بناتهم اولادهم انه احنا تعبانين، احنا الظروف كانت كتير صعبة هون وهناك. رغم هيك تحدوا، والتحدي جاب نتيجة وتفوق المجموعة الأردنية على 36 دولة. وفي عنا بالوثائق وبالدوكيومنت المصوره، يمكن جبتوا لنا انتم بعض الصور بتحكي عن مشروعهم الان. هلا بعد سنه يعني، هم بال 2010 ذهبوا، ست اشهر ضلوا، رجعوا بال 2011 نعم شهر 3/2011. احنا الان بال 2012، شو الانجازات اللي عملوها؟ يعني في صور كمان مش هيك للاجهزه اللي انه احنا حكينا ضووا 80 بيت، كيف ضووا؟ كيف من وين المواد الخام جابوها؟ كيف قدروا يتعاملوا مع الخلايا الشمسيه؟ ومين ركب لهم اياها؟ يعني بعتقد انه المعاناه هي فعلا معاناه كانت في كل مرحله من المراحل، من مرحله صعودهم الى الطائره، من مرحله وصولهم الى الكليه، من مرحله دراستهم وست اشهر، وايضا مرحله اللي زي ما تفضلت الاخت اللي عانوها في منطقه هناك. هاي صوره، هاي صوره عن احدى الفوانيس اللي بيعملوها على الطاقه الشمسيه. لا هذا رجل شاب. نعم. هذا شاب اشترى هذا الجهاز في القريه وبيستخدمها في التنقلات لما ينتقل كبدو رحل من منطقه الى اخرى، بيستطيع انه يستفيدوا من هذا الفانوس. هاي لما اجتمعنا مع المجتمع المحلي في القريه واحنا الان في صدد انشاء تعاونيه في منطقه الغيات علشان المشروع ينجز ويدار من قبل المجتمع المحلي نفسه، مش من عمان، يكون من نفس المنطقة. هاي صورة بجوز بعيدة نوعا ما، لكن الحلقة هاي الزرقاء الموجودة على ظهر الحيط، هاي خلية شمسية ركبوها الجدات في منطقة الغيات، وركبوا 80 وحدة شمسية في المنطقة. هذا يعني الآن أصبح عندهم إمكانية للإنارة للدراسة في أوقات العتمة أو في يعني هاي مجرد ما يعني طول النهار بدها تشحن الطاقة الشمسية. نعم. وبالوقت اللي بدهم إياه بسحبوها من البطارية، بتخزن في البطارية. أوكي. وأيضا على بيوت الشعر بيستطيعوا يستخدموها، يعني لأنه بيوت الشعر بطبيعة الحال ما فيها كهرباء، فبيقدروا يستفيدوا. طب من وين هالمواد جابوها؟ تابعتوهم انتم؟ هاي والله كانت صعبه كمان، احدى التحديات انه كيف بدنا ندخل. طيب اوكي دربوا رجعوا على الاردن. لما لحقناهم بالكونتينر وقفت بجوز الكونتينر شهرين بالمينا لانه بدهم يجمركوها، فقلنا يا جماعه احنا في عندنا اعفاء. هي اجتكم معونه مش هيك؟ معونه من الحكومه الهنديه، مشكوره جدا. هي هذا هو الجهاز اللي بيتم من خلاله هذا احد الاجهزه. هذا احد الاجهزه الفوانيس. في عندهم اجهزه ثانيه اللي هي الخليه الشمسيه نفسها اللي بتكون على جانب الخيمه او على ظهر الحيط، وايضا الاناره الضوء اما بكون ثابت او متحرك زي ما شفتوا هلا. الكونتينر ضل شهر. ضل شهر استنينا اللي جبنا الاعفاء من وزاره الماليه. يعني انا بعتقد هاي المشاريع لازم تعطى اولويه من قبل الحكومه الاردنيه لاعطاء الامكانيه امام هذه المجتمعات النائيه الفقيره التي تبحث عن قوت يومهم، لإعطائهم فرصة عمل. هذا سوسي ايكونوميك بروجكت، مشروع اقتصادي اجتماعي موجه لجيوب الفقر في الأردن بالذات وللنساء بشكل خاص.
يعني النساء اللي بيعملوا بهذا المشروع فعلا كانت نظرته صائبة جدا. الرجل يعني الله يعطيه العافية بيستطيع انه يتعلم زيه زي المرأة، لكن همه يصل المدينة. اذا تعلم هالشغله بده يوصل المدينه. المراه لا، المراه في الريف والباديه بتتعلم هالصنعه وبدها تضلها وبدها تحسن المنطقه اللي فيها وقريتها. فهذا وهي نتائج يعني بينت وضحت انهم يعني دربوا 6 أشهر رجعوا بخبره. في شغله حلوه كثير وشاهدناها انا وابو صخر، انه ضلينا انا وابو صخر نراهن ونتحدى. نعم. تخيلي انه بس تيجي الادوات، هل الستات هدول فعلا اللي لهم 6 أشهر 8 أشهر ما اشتغلوا هلا عندهم القدره انهم يرجعوا ويعاد؟ فمجرد وصل الكونتينر بيض الوجه، مجرد وصل بلش ابو صخر ينزل بالادوات واحنا بنفتح فيها. فعلا كان هاي هيك وهاي هاي القطعه لهيك وهاي القطعه لهيك، ما بتديش فرحتنا عارفينها هسه هيك. احنا فعلا حسينا انه بعدهم في نفس الموضوع. أول تليفون حكى معنا أبو بدر بيقول أم قمر ضد دارها. هاي الكلمة كانت النجاح عندنا فعليا، كانت هاي الكلمة يعني كان عندنا شكوك إنه فعلا الله يضوي وجوهكم. هاي كانت النجاح وفعلا انبسطنا يعني يعني زغرتنا. مزغرت يعني. احنا هلا انتهينا من مرحلة مهمة جدا، لأنه احنا اللي كنا قائمين على البرنامج قلنا مش معقول يعني. اوكي ممتاز انهم راحوا وقعدوا 6 أشهر، هل فعلا بيستطيعوا يركبوا دار واحده؟ بعد شهر اجانا الاجابه ركبوا 80 دار، مش دار واحده، 80 دار. يروحوا يدقوا على الباب، انتوا يا جماعه بدكم طاقه، ما عندهم استعداد انهم يدفعوا فواتير، هل في تستقبل هذا التقنيه؟ وكانت الاجابه ايجابيه جدا. فانتهينا من هذا. هل مجاني كانت تتوزع على العائلات ولا البيوت؟ في البدايه مجاني، لكن على اساس لما يصير في عنا جمعية تعاونية بده يصير في دفع، ودفع بأسعار زهيدة جدا. مزبوط، حتى على الأقل أم قمر أم بدر يعرفوا يعملوا مشروعهم بس يستمروا كمان. فهذا بدخلنا على الموضوع اللي بعد هيك اللي هو ديمومة المشروع. مزبوط. والمرحلة الثانية، المرحلة الثانية الآن في عنا طلب دعم مجهز بدنا نقدمه للجهات المانحة. المشروع هذا لمدة 3 سنوات، خلال السنتين هذول الأولانيات بدنا نقوم بإنشاء التعاونية، تدريب السيدات على كيفية إدارة هذه التعاونية بشكل سليم، بحيث أنه يكون في عنا توثيق لجميع الأمور المالية والإدارية، ومن ثم وضع الإيراد في حساب في إحدى البنوك المجاورة، والمصروف أو المشروع هذا بصرف على حاله وعلى على الرواتب. طب هلأ يعني تجربة أم بدر وأم قمر تجربة ناجحة، واضح أنها يعني سواء كانت بملامحها سواء كانت بنتائجها. وايضا تعرف انا لما سجلت التقرير خبرتني اروى عنه، قلت لها يا اروى يعني الصور اللي عم بشوفها يعني ولا يمكن كده يسمحوا لهم يروحوا على الهند اصلا. صحيح. صعب وضعهم صعب، وين تتركوا اولادها وين يتركوا احفادهم؟ يعني وهم متزوجات بكير اولادهم عندهم ما شاء الله عليهم. حكت لا وحتى المختار ايد الفكره وكلهم مأيدين الفكره وكل الناس مبسوطين. طب كويس، اجى الدعم النفسي لسفرهم. طيب سافروا، الدعم المادي، الدعم المادي بعدين مين بده يتبناهم؟ يعني ليش ما كمان يروح زي ام قمر وام بدر يروح كمان ستات انتين من نفس المنطقه؟ هلا احنا هاي الفكره اللي احنا عمالنا مرتبها، احنا بالتعاون مع وزاره التربيه والحمد لله اعطونا مركز لاقامه مركز تدريبي. يعني يا ريت بنتمنى انه زي كليه الحفا يكون عندنا لو شيء مش كليه صف. مركز تدريب، هذا اللي احنا عم نسعى عليه نجيب. اخذناه المدرسه، اخذنا التربيه اعطتنا اياه، بس احنا هاي صورتها هلا على التلفزيون. اللي بدنا اياه فعليا اللي هو هلا مدرسه في وين بنفس مجيئه الغياث جنب بيوتهم قريب جدا. اللي بدنا اياه هسه فعليا احنا بنسعى له انشاء المركز التدريبي هذا، زائد انه يكون ورشه في نفس المنطقه. يعني مثل ما استقطبت الهند المتدربات من كل انحاء العالم، احنا عم نركز على العالم العربي الان بدايه في الاردن. الهدف انشاء المركز وتدريب. ما هو عندك زي رويشد مليان مليان، يعني مليان. ممكن مش بس انت تبدا قرى بالجنوب. مظبوط، حكينا في الاغوار مستعدين يجوا، فبدنا ننشئ هذا التدريب 6 أشهر بس في الاردن، يتدربوا ويرجعوا لقراهم ويعملوا تدريب وتركيب في القرى تبعتهم. نعم، يعني احنا نتحدث على موضوع في غايه الاهميه وكل العالم عم تحكي فيه. نعم. بحسبه بسيطه احنا سنه 365 يوم، يمكن احنا عندنا 200 يوم مشمس 300
330 يوم شمس بالأردن مثلا، والشمس تبعتنا أفضل من أي شمس تاني. وتخيل في ألمانيا بتطلع 3 ساعات بالشهر، كل بيوتهم تستغل الطاقة الشمسية، فلذلك بدها شوية دعم من قطاع العام الحكومة. حتى أنا فهمت أنها في ساعة عندهم مرتدة برد يبيعوا للحكومة طاقة أو بالضبط. هذه كمان عملية، إحنا بالعكس أن هنا بتجي سيارات الهايبريد مثلا، الحكومة رفعت عليها الضريبة أكثر عشان هي بدها أنظمة يعني طويلة الأمد، رغم أنه لازم نشجع تشجيع المواطن على هذا. فعلا كلامك سليم، وإحنا دخلنا كمان كوزارة بيئة في ذاك الوقت السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية. أول دولة عربية بتدخل سيارة تعمل بالطاقة الشمسية كانت الأردن، لكن بحاجة لأنظمة تنظم هاي العملية وتشجعها عند المواطن، ولحد الآن ما صارت هاي. يعني عندنا قانون الطاقة المتجددة عفوا، وفي أنظمة فيها، لكن هي على مستوى تجاري كبير. إحنا لازم نوصلها للمواطن وللمناطق الريفية بشكل خاص اللي بتعاني من الفقر وبتعاني من عدم وجود وظائف. رغم إنه الخزان الشمسي يعني أثبت جدارته ونجاحته طبعاً، وبدهوش هالصيانة وبدهوش هالتعب وهالمري محطوطين على هالسطوح مثلا. فأنا مش عارفة ليش لغاية وعندنا في الأردن مركز للطاقة المتجددة، بس أنا مش عم تعرف يعني يعني ضجيج بلا طحين. أنا بكل صراحة عفوا أقول لك، لأنه أنا كنت بوزارة البيئة، كنت بوزارة البيئة، وأنا بقول أنه أيضا الحكومة مقصرة في مجال الطاقة المتجددة في الأردن. يجب أن يكون الخيار الأول هو الطاقة المتجددة في الأردن. يعني أنا كنت بتمنى أشوف واحد من الشعارات للإخواننا اللي بدهم يصيروا إن شاء الله برلمانيين كلهم جميعا، واحد من هالشعارات ينادي بالطاقة المتجددة يا إخوان، في طاقة متجددة، ينادي بقضايا البيئة اللي هي مليانة واللي إحنا كل واحد منا يستطيع أن يكون صديق للبيئة، بدل ما ندفع الملايين للطاقة النووية. مزبوط. اللي بعيدة عنا كل البعد، هي الشمس والطاقة الشمسية موجودة عنا، وطاقة زي ما تفضلتي خلاقة موجودة من الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يولد كامل حاجة الأردن من الطاقة. نعم. طيب ست سلمى، كان عندك مداخلة، والله حاب أرجعك لموضوع الرواشد، وحاب أرجعك للتجربة، وحاب أرجعك أيضا ل يعني توقعاتكم كانت متساوية مع النتائج تقريبا. الحمد لله لحد هلأ توقعاتنا الحمد عم لله عم تتابعوهم؟ نعم متابعة لحد الآن وما زال مستمرين. القضية اللي إحنا هلأ حابين نشتغل عليها فعليا وأركز عليها، إنه الطاقة البديلة عنا بجوز تكلفتها في البداية تكلفة عالية، لكن على مدار السنوات بتكون أقل من الصفر. تدفعها يمكن أنت أول مرة، لكن تحسبها على الفاتورة على مدار السنوات، أو مش سنوات أو فترة بسيطة جدا، يعني حسبة الفاتورة الكهرباء على مدار سنة أو سنتين ممكن أنت تركب أجهزة طاقة بديلة. صحيح. يعني جدوى الاقتصادية منها موجودة 100% خلال سنتين تسترجع رأس المال. نعم. طيب هلا بالنسبة لخططكم المستقبلية على ضوء النتائج الإيجابية الجميلة اللي حصلتوا عليها من في منطقة يعني منشية الغياث، نتائج إيجابية، وأكيد أنا متأكدة إنه الدكتور أو البروفيسور الهندي اللي إجا وزار المنطقة، أنا متأكدة إنه هلا هو مبسوط بالنتائج. فبناء على هاي المعطيات شو رح تعملوا الخطوة القادمة في هذا الموضوع بشكل عام عن الطاقة المتجددة أو أي مواضيع أخرى إلها علاقة بتنمية المجتمع؟ يعني أنا بعتقد الآن وصلنا للحد اللي نقدر نصله من دون تمويل. الآن مشكلة معضلتنا إيجاد التمويل، ولحد الآن ما وجدنا، ورحنا على وزارة التخطيط، ورحنا بشكل مباشر عليهم واعتذروا، رحنا على هيئة الأمم البرنامج الدعم المشاريع البيئية الصغيرة، أيضا اعتذروا عن هذا الموضوع لأسباب، كل واحد عنده أسباب. لكن احنا ان شاء الله السنه 2013 هتكون انطلاقه جديده للبحث عن ممولين بشكل اكبر وبشكل جدي. هو ما ينقصنا الان هو التمويل لمده سنتين اللي حكيت عنها لرفع هذا المشروع من خطه وتثبيتها كمشروع واقعي على ارض الواقع، يتداولوها اهل المنطقه وينقلوا الفكره الى الدول او الى قرى ثانيه في الاردن والى دول اخرى في المنطقه. يعني بعود بكرر انه تجربه ام قمر وام بدر هي تجربه، وانا ذكرت اسمهم كثير، انا قاصده حتى يضل اسمائهم عالقه في الذهن كنموذج ايجابي وقدوه. صحيح. ايجابيه للاراده ولفعلا انه احنا اذا اردنا نستطيع. اكيد. على راي المهاتما غاندي، لا اؤمن بالمستحيل او لا اتعامل مع المستحيل.
ما في شيء مستحيل. نعم، أنا بدي أشكركم وبتمنى لكم التوفيق والخير والتعامل لكم الطيب مع يعني تحية لمن يستطيع تخفيف من أعباء الحياة بكل ما فيها ومن فيها. أستاذ روف، أنا بدي أشكرك. ست سلمى بالأمس حكت عنك حديث جميل فيما يتعلق بهذا المشروع ويعني التعلق فيه والتعامل معه بكل تفاصيله. ست سلمى، أنا بدي أشكرك كمان أيضا على حماسك وحبك للستات وإلى إنتاجهم. شكرا لكم وصباحكم طيب. شكرا.